انا في مكان ما راح اقول لكم ان شاء الله بعد شوي، بس فيها واحدة من اللي قابلتهم هنا اول شيء شافتني ما صدقت، قالت انتي فلانة انتي ريم، قلت لها ايه، وقالت كلام، قلت لها لا لا كلامك هذا لازم الكل يسمع، لاني انا دايما اواجهه في كل مكان عام. تفضلي. اي والله صح، يعني صراحة ريم شكلها مختلف تماما عن التلفزيون. التلفزيون طالعة دبل 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 شكل. عطبيعة كيف؟ عطبيعة تهبل تجنن ما شاء الله، هذا غير التواضع، غير الأخلاق العالية، الابتسامة الجميلة وأحلى أحلى مهاتي سعودية حقيقة، متأكدة كثير يعيدوني. تسلمين يا عمري، مرة تشرفت بمعرفتك. خلاص بس كنت أبيها يعني تقول هالكلام، لأنه هذا الكلام اللي دائما أنا أواجهه بحياتي